استضافة هذا الحدث بطولة أمم إفريقيا للاعبين من طبعا أرقام النسخ 2020 والتي تلعب في العام 2021 يتواجهان في إطار هذه التي لعبت في السابق الرقم 6 النسخة السادسة في تاريخ هذه البطولة. مشاهدينا مجموعة منتخب ربع النهائي أطلق محمد معروف سافرته في الجولة الثانية. المنتخب الرواندي تعادل مع المغرب. جان بولا بالو سون مشامي مواجهة بين كلا المدربين. بريرة في الأمام للمنتخب التوغولي. دفعة في ظهر جارب سافيون شوتي يلعب عرضية وهذه تسديدة لكن سافيون شوتي. هاكيزي مانا صاحب القبول الآن لعلاج اللعب منطقة الجزاء خطيرة الآن لمنتخب توغو وفرصة للتسديد والتسديد خارج المرمى ركلة مرمى سريعة الآن لمنتخب توغو. تمريرة في الأمام فيها فرصة لكن مخطوفة. والحارس أيقبا قبل محاولة في الأمام لمنتخب توغو التمريرة مرت بعيد يمسك أيقبا 11 منتخب رواندا اللي شارك الحكم محمد معروف. لعبة عالية في الأمام أوغندا هذه محاولة مرور ومحاولة وكرة خطيرة فريد بالقدم اليسرى بيهدر فرصة الإعادة للفرصة هذه كرة في الأمام ملعوبة مرت إلى الأرض عالية في الأمام فيها ضربة رأس وصلت سهل مع لاعب منتخب توغو. والعرضية اللي بتأتي من جانب جاك تويسينغ تعود فرصة للتسديد والتسديدة ومرة أخرى بلوك دفاعي وتعود لهاكي زيمانا وصلت إلى إيمانويل إيمن شيفي تسديدة قوية والحارس شوف التسديدة البعيدة هيكبة على رأس بدون تعليق لبيرنجيرو دي مراوغة ومرور وكرة بالعرض خطيرة على القائم القريب لعبة قوية فيها ضربة رأس من على توغو طبعا أربع نقاط وإذا ما انتهت وانتهت مباراة أوغندا والمغرب بفوز أوغندا على أوغندا في الجولة الثانية نشوف يعني لا يزال متبقي كثير من الهدف لكن ليه هدفين وعليه هدف منتخب المغرب ليه هدفين وعلي طبعا ننتظر حتى النهاية. منطقة الجزاء محاولة الآن للمنتخب الرواندي وهذه محاولة للمرور فينسون مشامي الآن من شتى كرة تمريرة في انفراد في هدف أول يأتي الآن للمنتخب التوغولي أول أهداف اللقاء للمنتخب التوغولي بعد التمريرة ذهبية من جانب شتى كرة إلى اللاعب أنانيل اللي سجل هدف جميل في اللقاء الماضي أمام منتخب أوغندا هنا يضع المنتخب التوغولي في المقدمة في النتيجة ويسجل أول هدف أفضل لمنتخب زامبيا اللي هيلعب مع منتخب تعود مرة أخرى من جديد هذه كرة عالية في الأمام هتخد عرضية لعبة قوية جول هدف التعادل يأتي الآن لمنتخب رواندا التعادل يأتي عن طريق أوليفيي نيونزيما يسجل بضربة رأس في الدقيقة الأولى من زمن الوقت المحتسب بدل من ضائع تصبح النتيجة 1-1 لا وجود للتسلل في لقطة الهدف هنا الإعادة من جديد نيونزيما بالفعل قادم من موقف شرعي وهدف صحيح ولا غبار عليه والتعادل 1-1 الآن هذه محاولة من جديد خطيرة ناني هذه كرة عالية في الأمام يصارع منتخب
لصالح منتخب توغو، عرضية عالية على القائم البديل، عدى لعب كرة عرضية في متناول الجزاء، عدى وفات خطيرة، جول يا تلال لمنتخب توغو، الهدف الثاني يا تلال لمنتخب توغو، البديل بلال أكورو يسجل الهدف الثاني للمنتخب التوغولي. عمل رائع من جانب أورو أجورو، إسماعيل أورو أجورو مهاجم المنتخب التوغولي، عدى وفات واخترق الجهة اليمنى الدفاعية للمنتخب الرواندي ودخل لمنطقة الجزاء. خطيرة، فرصة فرصة فرصة، جول جول للمنتخب الرواندي، البديل سجيرة، مر وعدى سجيرة وسجل الهدف الثالث للمنتخب الرواندي. المنتخب الرواندي يقلب الطاولة الآن على المنتخب التوغولي. رواندا تتقدم الآن بثلاث أهداف مقابل هدفين، وفرحة كبيرة للجماهير الرواندية المتواجدة في ملعب المباراة. وانطلاقة وتسديد كثيرة لمنتخب توغو، منتخب توغو من أجل التعادل. شات كرة سدد خارج، لقطة تعود مرة أخرى من جديد وتسديدة وكان على الطاير، سدد شات كرة من جديد خطيرة، هنشوفها في العادة، شات كرة يا ولد يا ولد، لمسها in the lead. Let's fight, yeah, habibi. Take a step or let's fight. Yeah, habibi.